متواصلين معاكم في احتفائية نادي القرن العشرين وصدارته لأندية القارة الأفريقية بعد عقدين كاملين من القرن الواحد وعشرين. دعابة المايسترو صالح سليم في نهاية القرن الماضي تحولت إلى خطاب تكليف لكل الأهلوية للحفاظ على صدارة النادي الأهلي لأندية القارة يا باشمهندس، ومن ضمن المكلفين مدير الكورة اللي كان له دور في القرن الواحد في العشرين مباراة صن داونز كلاعب، وله دور هايل جدا في القرن الواحد وعشرين كمدير للكورة. مدير للكورة. كابتن سيد عبد الحفيظ أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ إبراهيم، إزيك وإزي كابتن عدلي، كل سنة وأنت طيبين. كل سنة وأنت طيب، ودايما وأبدا محتفل ومتفوق، ودايما وأبدا الأهلي في أحسن حالة يا كابتن. يا رب دايما يا رب، يا رب دايما. يا أخي أنت والله في مشكلة الحقيقة. في حد طيب أو في عيلتك دعيلك جامد إن إحنا بنحتفل 20 سنة بفوز الأهلي بنادي القرن، ويكون لك أنت في اللقطة الأخيرة في القرن العشرين دور مباشر وفي صن داونز وفي رمضان. في رمضان فعلا. إيه ذكرياتك عنها يا كابتن؟ يعني سبحان الله برضو كانت في اواخر رمضان تقريبا، كان 24 رمضان 25 رمضان كده يعني. يعني زي امبارح. هي 8/12 يعني التاريخ اللي كان هناك 8/12، واحنا لعبنا هنا يعني بعدها باسبوعين، لكن زي امبارح كده زي ما انت بتقول. يعني اعتقد ان من الحاجات اللي في الحياه ما بيبقاش لها سعر او تتحط لها سعر، الحاجات اللي زي كده، الحاجات التاريخيه الخالده والباقيه مع بقاء الدنيا. يعني يمكن الواحد لقب زي ده مع كل جماهير النادي الاهلي وكل المشجعين. الجون ده لما جه يعني قربنا قوي من اللقب، مش كده؟ الجون ده جه يعني زي ما قلت لك هناك، يعني يمكن كانت دي اول مباراه لينا مع صن داونز، بعد كده توالت المباريات، لكن دي اول مره كنا نواجه فيها صن داونز كفريق. صن داونز يعني فرقه كانت كويسه جدا، يعني الشوط الاول كان هم متقدمين بهدف، واحنا كان يعني كان ادائنا برضه رايح جاي كده، لكن الشوط الثاني كان انا فاكر عباره قالها لي ايمانويل جوزيه بين الشوطين، وانا كنت لسه برضه راجع من اصابه جديد شويه، يعني كنت لعبت مباراه الترجي، وكنت جاي برضه من رباط صليبي قبل مباراه الترجي، فكان ليها حسابات. اللي هي كرباج ولا ماتش ثاني؟ اللي هي بتاعت الجول بتاع الترجي. الكرباج يعني انت في الترجي جبت لنا الكرباج، وهنا جبت بالهد. سبحان الله، والناس كلها فاكره الترجي مش فاكره الجول ده، مع ان ده في النهائي. مع ده في النهائي. لا الترجي اللي كانت تبويتها غاليه جدا الحقيقه. المهم قال جوزيه، قال لك ايه؟ جوزيه بين الشوطين يمكن كان ليا كره انفراد كده في الشوط الاولاني، فما ما جبتهاش، ربنا ما وفقش يعني. فبين الشوطين قال لي عباره غريبه جدا الحقيقه، كانت عباره يعني يمكن انا ساعتها كان عندي 24 سنه ولا حاجه، كانت لسه الخبرات ما وصلتش بشكل كبير قوي، النضوج العقلي ولا الفكري لسه ما وصلليش قوي، يعني كنت ممكن تاخدها بشكل في ضغط عليك، لكن يعني هو مسؤوليه اكتر منها ضغط. فقال لي ساعتها، قال لي لو عايز تبخل على نفسك او تبخل على فرقتك او تبخل على ناديك، يعني مش هتجيب جول النهارده، لو عايز تساعد فرقتك وتساعد نفسك وتساعد ناديك، انت اللي ممكن تجيب لنا جول النهارده. ده من الشوطين. سبحان الله. ماليش حاجه ثانيه، ماليش اي تحليلات ثانيه. سمعت الكلام. كان مستشعر ان طريقه اللعب ممكن توصلك انت تحديدا انك تبقى. هو الراجل يعني تاخد من الكلام ده، هو الراجل مدرسه، هو بيقيس تفكير اللي قدامه. يعني في واحد ممكن كلام معين يبقى مؤثر فيه جدا فيخليه يطلع كل اللي عنده. صحيح. وواحد تاني ممكن يبقى اسلوب فيه نفاذه شويه او فيه عصبيه شويه يطلع كل اللي عنده، وواحد تاني ممكن يطبطب عليه. يعني كان بيدي لكل واحد الطريقه اللي تناسبه، الطريقه اللي تخليه يخرج كل حاجه عنده، ودي برضو مدارس من الحاجات اللي انت بتتعلمها في التعامل مع البشر، يعني مفاتيح الشخصيات. طيب. طبعا انت رجعت بعد كده، اظن جبت جون في الكايزر تشيفز في الـ في الـ في السوبر الافريقي. مظبوط. ده كان بقى يعني كان الله، ده انت بقى يعني خدت الترجي، صن داونز، كايزر تشيفز. طب ما تكلمنا على الجون ده كمان والماتش ده بتاع كايزر تشيفز. طبعا كايزر تشيفز كان زي ما قلت لك كان السوبر، وده كان يعني اول سوبر لينا بالنسبه لنا، اول سوبر افريقي ناخده برضه، يعني كان 15/3 في استاد القاهره. كانت مباراه برضه مهمه جدا جدا، وهم كانوا فرقه عاليه قوي، والحقيقه فرق جنوب افريقيا من الفرق اللي هي تقيله جدا، اللي هي بتلعب كره للكوره. صحيح. يعني عندها اداء ممتع جدا جدا، ليها طريقه اللعب معينه وانت بتواجهها يعني. ده كان مهم قوي في التعامل حتى مع اورلاندو، حتى مع صن داونز في الايام اللي احنا بنعيشها ديت يعني. لكن كنت محظوظ، يمكن الناس اللي كان لها حظ شويه من بدايه الالفيه الثالثه ان انا اجيب جول في النهائي، وان انا اجيب جول في
السوبر الافريقي اللي بعد كده مع زمايلي طبعا برضه كل واحد بقى جاي خاص يعني حط دور وحط كلمه. الذي كانت بطوله خالد بيبو كمان يعني. طبعا بيبو جاب لنا 3 جوان هنا في سان داونز الماتش الثاني. طيب دلوقتي احنا خلصنا من سان داونز وصعدنا للوداد وانت مدير الكره دلوقتي. في اي جديد في اي تدريبات؟ لا مش جديد، لا جديد. انا كنت عايز اقول له هتجيب جون، حاسس هتجيب جون دلوقتي وانت مدير كره ولا لا؟ والله يعني البطوله دي يعني غاليه جدا علينا. وزي ما انت كنت بتتكلم في يعني كلام كابتن صالحين الله يرحمه، هي كلام كلمات ممكن تبقى تبان انها يعني بتهزر وكل حاجه، لكن في نفس الوقت هي فعلا مسؤوليه. يعني كل واحد بيبقى جاي بيبقى حاطط عايز يحط لنفسه تاريخ وعايز يحط لناديه او يحط يساعد مع زمايله مع جهاز ولا لعيبه ولا اداريين ولا عمال ولا اداره ولا كل واحد في المنظومه حاجه تتحاسب له وتتحاسب للنادي بتاعه، يعني لان النادي ده يستحق فعلا، يعني النادي الاهلي فعلا يستحق. كل واحد ما فيش حاجه بتضيع. طب يا موقف يا أنا سيد الجمله دي بس خلاص، كل موقف انت بتعمله في حياتك يعني بتفتكر ان هو ممكن يبقى نابع من شخصيتك وكل حاجه، لكن صدقني بيتحاسب لك وبيتشال لك. يعني ده كلام جميل جدا، لكن مش معقوله في اللحظه دي وهناك ارهاصات ومؤشرات بتقول احتماليه كبيره لعوده النشاط الكروي بعد شهر او خلال شهر. انت كنادي اهلي بقى انت ماشي في اكنك انت يعني اكن في قرار بالعوده، يعني انت المفروض تشتغل على كده، انت دلوقتي بتستعد فعلا وكان في قرار بالعوده عشان نعوض الوقت اللي فات من ناحيه اوزان اللعيبه، طريقه احتفاظهم بلياقتهم قبل الدخول طبعا في الكوره نفسها. بص انت لو سالت اي واحد من افراد المجموعه ككل لعيبه او عمال او اداره او جهاز او اي واحد في منظومه القرارات في النادي الاهلي، احنا بنشتغل لكن احنا هنرجع بكره، ولو رجعنا بكره يعني مش عايز يبقى في وقت. يعني الشعور ده عند اللعيبه طبعا طبعا، لان انت الحياه يوم ما هترجع هترجع بشكل سريع قوي، انا متاكد من ده ان شاء الله باذن الله. شهر الرحمن طبعا سلامه الناس، سلامه الناس واهميه حياه البشر دي مهمه جدا جدا، لكن شهر الرحمن باذن الله بشكل سريع، فلازم يبقى انت مستعد. احنا لو هنرجع بكره دي خطوه ايجابيه جدا، او هنرجع يوم 15 على حسب اتجاه زي ما اشار لي سياده رئيس الوزراء، يعني ان شاء الله الرحمن نبقى مستعدين بشكل كويس والدنيا ترجع بشكل هايل، ودي خطوه ايجابيه وحاجه كويسه فيها بقى بعض التعليمات والاحتياطات اللي احنا واخدين عليها وبنعمل حسابها وحتى بنتعامل معاها، حتى الواحد وهو بيتكلم مع الاداريين او بيتكلم مع المسؤولين عندنا في كلجنه التخطيط وحتى مع العميد محمد مرجان ولا حاجه، ان في بعض الحاجات الاحترازيه بقى، هل لو في هتبقى مجموعات ولا كله مع بعض ولا مجموعات فرديه ولا ممكن تستخدم الثلاث انديه ولا ممكن يبقى في حد معانا منوط بالحته ديت، حتى يعني لو في فكره نشوف حد من الناس اللي هي تعايشت في الموضوع ده بشكل كويس، طريقه التعقيم الادوات التجربه الالمانيه والانجليزيه. يعني انت متواصل مع التجارب الخارجيه؟ طبعا هم بيعملوا في التمرين، لازم انت كمان يبقى عندك ملف كامل بكده، يعني الناس دي بتتمرن دلوقتي بالتدريب بيبقى عباره عن ازاي عن ايه الاوضه. طيب مؤكد يا كابتن سيد مؤكد كل التفاصيل الاحترازيه في العوده، هيكون لنا لقاءات مطوله معاك بعد العيد ان شاء الله، بس انت في المناسبه ديت والاحتفال بعقدين على من القرن الجديد والاهلي نادي القرن، تقول ايه لجمهور النادي الاهلي وده بيمثل ايه للعيبه؟ بص يعني في حاجات يمكن القرن اللي جاي ده اكيد هنحضره، بس اكيد هيسيبوا لنا رسائل على المكان اللي احنا فيه يقولوا لنا عملوا ايه بعد كده، لكن ان شاء الله الرحمن في امانه الواحد تسلمها، ودي اكتر حاجه فيها مسؤوليه. يعني ممكن يعني انا بقول دايما ان النجاح اللي بيجي بعديه ماده بيبقى نجاح طعمه لذيذ جدا. صحيح. يعني الماده ربنا سبحانه وتعالى ده رزق هتجي لك في اي اسباب تسموه بتتخيله او لا تتخيله، لانه مقدر عند ربنا سبحانه وتعالى، بس في نجاح بيجي بعديه ماده بيبقى طعمه جميل جدا جدا. اعتقد من الحاجات المؤثره جدا في كلنا من اول 1907 ومن اول 1948 او قبل كده بشويه قبل بطوله الدوري ولا حاجه، كل واحد شارك. صحيح. مش جرايه في البطوله الافريقيه بس على فكره. طبعا. حتى في الحاجات المحليه. ما البطوله الافريقيه جت نتيجه تفوق محلي برضو. انا بشكره كل واحد حتى لو ما كانش موجود على دنيانا في الوقت الحالي، وحتى اللي استلم بعد كده واللي هيسلم بعد كده ان شاء الله. امانه جديده جدا، امانه جديده جدا، كل واحد لازم يبقى حريص عليها ان شاء الله الرحمن باذن الله يسلمها للي بعدنا بشكل كويس باذن الله. رايه مرفوعه دايما يا كابتن سيد. اما بيخص جمهور النادي الاهلي فاعتقد ان جمهور النادي الاهلي مش محتاج حد يوصيه حاجه، بالعكس ده هو بيقوم بدوره على اكمل وجه. ان شاء الله كابتن سيد كل سنه وانت طيب. الف شكر، وكل سنه وانت طيب وموفق دايما ان شاء الله. شكرا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره.